السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل هاد الملاقية هادي. وفي الجزء القادم ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش نصايبوا هاد البريد هذا اللي كتشوفوا معايا الان. ففي هاد الجزء غادي نخدم معاكم الخدمة كاملة بالعقيق وهذيك الحصيرة اللي تنديروا فوق منها هاد البريد، اما في الجزء الاخر فغادي نخدم معاكم البريد وكذلك نكمل معاكم شوية في هاد الفيديو هذا. المهم هذه هي الجلابة من بعد ما تخدمات بالطرز الرباطي. هاد الطرز هذا مخدوم بالماكينة، ماشي الطرز ديال اليد، هذا ديال الماكينة. المهم هذه هي الطرزة، فاللي عجباتها الطرزة ممكن انها تلتقط لها صورة يعني لا كانت باغا دير عليها بحالها. وكذلك غادي نخلي لكم الصوره ديال هاد الطرزه هذه في الانستغرام، في حاله لما كانتش هنا واضحه تقدروا ترجعوا الانستغرام وتاخذوا الصوره كامله وديوها لعند الشخص اللي غادي يطرزها لكم وغادي يخدم عليها. المهم هذا هو الكم ديال الجلابه. فسبق لي وصورت معاكم هاد الدريس الخفيف الظريف اللي درتو في هاد الكم ومناسب مع هذيك الملاقيه اللي خدمت بها الجلابه. نفس الملاقيه هي الدرس فكتعطي منظر زوين، وكذلك هذه هي الطرزه بالنسبه للاكمام. المهم دابا غادي نوري لكم كيفاش غادي نخدموا هذا. اول حاجه غادي تاخذي الحرير المبروم على ثلاثة ديال الشعرات. المهم كاين اللي كيخدم بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي وكاين اللي تيخدم بالحرير العادي. بالنسبه للجلابه اللي شفتوا معايا دابا مخدومه كامله بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، الراندا والطرز وكل شيء. اما هذا الحرير اللي انا خدامه معاكم به دابا هو غير باش نوري لكم الخدمه كيفاش كتخدم الحرير العادي ديال القصبه، ودرتو على ثلاثة الشعرات. رقم البراق باش انا خدامه دابا هي 5، اما اللي غادا تخدم بالحرير المبروم فتستعمل البرا رقم 6 كتكون كافيه. على العموم هنا غادي نطلع بثلاثه الغرزات، هذه هي الطريقه اللي كتعطيك العبار ديال الغرازي كيكون مضبوط 100%. اما اللي بغات تخدم عشوائيا فضرب ضربه في التوب لتحت وضربه الفوق وتعمر ثلاثه الغرزات. لاحظوا معايا 1 2 3، ودابا غادي نكمل هذيك الضربه الثالثه هنا في التوب باش كتبت. فغادي ندخل الابره ونحاول نجر الخيط بهذا الشكل هذا، ودابا نرجع نخدم في هذه الغرزه الثالثه. نجر الخيط بهذا الشكل، والان غادي نخدم في التوب باش نثبت هذه الغرزه الثالثه. لاحظوا معايا غادي نرجع الخيط للاعلى ونرجع نخدم في هذه الغرزه الاولى، وكذلك نطلع الخيط لفوق ونخدم في الغرزه الثانيه. ودابا الثالثه، والان غادي نخدم ضربه في التوب. هنا لاحظوا معايا حاولوا انكم تبعدوا شويه الضربه فاش تخدموها في التوب. علاش؟ حيت غادي نستعمل الان العقيق. المهم كل وحده تبعد على حساب الحجم ديال العقيق اللي عندها. هذا الحجم هذا راه كبير بزاف، على الاغلب غتكونوا كتستعملوا حجم صغر منه، فبعدوا واحد شويه غير على حساب العقيق فين تلقاو كيفاش تخدموا. المهم كتجاوزي جوج ديال الغرزات وكتخدمي في الغرزة الثالثة. ملي تنتبتو العقيقة كنرجع نخدم في التوب وتندير هاد الضربة هادي. ودابا غادي نطلع الخيط الفوق وغادي نرجع نخدم في هاد الخيط اللي في العقيقة نيشان، هو هذا اللي غادي نخدم فيه. فتديري غرزة واحدة فقط
والان غطلعي الخيط الفوق وترجعي تهبطي البرا في وسط هذيك العقيقه. المهم انا تندير هذه الطريقه باش العقيق يتبت مزيان وبحال تذوب لي الخيط باش هذيك العقيقه تكون ثابته في بلاصتها. والان غادي نخدم ما بين هذوك جوج ضربات اللي في الثوب ما بيناتهم تندير واحد الغرزه باش نثبت العقيقه ديالي مزيان وما تبقاش تمشي وتجي وتقدر انها تقطع ولا شي حاجه. اما دابا غادي ديري ضربه في الثوب وغتمشي مباشره تخدمي في هذيك الغرزه الفوقانيه هذه، فكتخدمي فيها وكتجري الخيط لتحت بهاد الطريقه. اما الان غادي نخدموا واحد الضربه في الثوب وغادي نرجع الخيط الفوق ونخدم على هاد الخيط هذا اللي داير بالعقيق فهذه الغرزه الاولى، ونرجع كذلك الخيط الفوق ونخدم الغرزه الثانيه على هاد الخيط هذا. اما الغرزه الثالثه غادي نديرها ما بين هادوك جوج ضربات اللي في الثوب، ما بينات هاد جوج ضربات اللي في الثوب ركزوا معايا مزيان هما اللي تندير فيهم الغرزه الثالثه. كتطلعي الخيط الفوق وترجعي تخدمي غرزه في الثوب عادي جدا. والان غادي نبقاو غاديين غير كنعمرو في هاد ثلاثه الغرازي، واحد جوج، ودابا غادي نخدم في هاد الفوقانيه ثلاثة، وغادا ترجعي ديري ضربة في الثوب. وكذلك غادي نهبط بثلاثة الغرازي، واحد اثنان وثلاثة، غنرجع نخدم في الثوب كنجر الخيط مزيان، ودابا نهبط الخيط لتحت ونخدم الغرزة الأولى الثانية والثالثة. والآن نخدم ضربة في الثوب. المهم نتوما هنا غتبقاو غادي خدامين عادي، اللي كنحسبهم أنا هما دوك الضربات اللي في الثوب هما اللي تيعطيوني العبار، حيت ما يمكنش تبقاي تحسبي شحال مرة طلعتي، ما غادا غير تبرزطي راسك. فهذاك الشيء علاش حسبوا غير الضربات اللي في الثوب غيعطيوكم العبار هو هذاك. دابا هذه مثلا هذه هي رابع ضربه في الثوب، لاحظوا معايا مازال باقا غادي نزيد وحده. فدابا غادي نطلع، واحد اثنان ثلاثه، ونخدم دابا على الثوب ونرجعوا نهبطوا، واحد اثنان وثلاثة، هذه الغرزة الثالثة. ودابا خدمنا الضربة الخامسة في الثوب، انا نوري لكم منين تبداو الحساب. المهم دابا واحد وهذه جوج، وغادي نزيد الضربة الثالثة، وهذه في الثوب. والان كنخدم واحد الغريزه وحده الفوق وكنحبس. دابا غادي تحسبوا معايا، واحد كتبداو من هاد الغرزه هذه، وهذه اثنان ثلاثه اربعه خمسه، فاش كتكملوا هذوك خمسه الضربات في الثوب صافي كتحبسوا الخدمه وتديروا الحبكه. المهم طبيعه الحال هذا الشيء كيبقى اختياري، تقدروا اللي بغا تزيد تكبر، تقدروا انكم ديروا سبعات ضربات في الثوب او تصغروا فديروا غير ثلاثه ضربات في الثوب. المهم داك الشيء كيبقى اختياري. اما الان فكنحبك بشكل عادي جدا، كتهبطي الخيط لتحت وتبقاي تحبكي على هذيك الخيط اللي داير بالعقيق. فهذه ثالث حبكه،
ونرجع في نفس المكان وندير رابع حبكة، ربعات الحبكات كافيين. والآن غنرجع نخدم نطلع الخيط الفوق ونخدم في هذيك الحب في الغرزة الثالثة اللي كتكون عندك لتحت كتخدمي فيها، وعاد تبعدي واحد شوية وعلى حسب العقيقة اللي انت غتستعملي وديري هاد الضربة هذه في التوب. الآن غادي نركب العقيق. فلاحظوا معايا مزيان، غنخلي الحبكات كاملين وغنمشي لهذيك الغرزة اللي في الراس الفوق هي اللي غادي نخدم فيها. فتتجري الخيط بشوية وتحاولي تثبتي العقيقة في البلاصة ديالها، ومن بعد ترجعي تخدمي في التوب الفوق، ديري واحد ضريبة هنايا، وعاد غادي نرجع ندير واحد الغرزة في هذا الراس هذا. ودابا غادي نهبط الإبرة في وسط العقيق بهذا الشكل، وعاد نخدم ما بين هذوك جوج ضربات اللي في التوب كتخدمي ما بيناتهم وديري غرزة واحدة باش تقدري تثبتي هذيك العقيقة في بلاصتها مزيان. اما الان فغادي نخدم في التوب ونرجع نغلف هذه العقيقة هذه بواحد الخيط، فتتخدمي في الغرزة الفوقانية بهذا الشكل. ومن بعد غادي نرجع نعمر اسفل هذا الخيط هذا بهذا الشكل، كتخدمي الغرزة الاولى على هذاك الخيط اللي داير بالعقيقة، وتعاودي تخدمي الغرزة الثانية في نفس المكان. اما الثالثة فكنخدموها ما بين هذوك الجوج ديال الغرزات اللي تيكونوا على التوب، ما بيناتهم كتخدمي غرزة الثالثة. والان غادي نخدمو فوق التوب مباشرة، وغادي دابا نطلعو بثلاثة الغرزات كالعادة. دابا صافي الخدمة سهلة، فهذه الغرزة الثانية وهذه الغرزة الثالثة. المهم غادي نحيد هذا الخيط هذا ونعاود نخدم بخيط آخر، فانتوما غادي تكملوا الخدمة ديالكم عادي جدا. هذا هو الشكل ديال الخدمة. المهم انا غادي نخدم عند هذا الحد هذا، انتوما بطبيعة الحال كل وحدة تخدم الحجم اللي بغات.